هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 9 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة بكل مصداقية وأمانة. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مع إشراقة شمس كل سبت ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الإريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينيا، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. متابعي إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريترية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مستمعين الكرام، اليوم السبت 28 من شهر ديسمبر لعام 2019، نقدم لكم فيه أهم الموجز لهذا الأسبوع. متابعة شيقة وممتعة نرجوها لكم، والبداية بالعناوين. هروب 7 من لاعبي المنتخب الإريتري لكرة القدم المشارك في بطولة سكافا 2019. رحيل المناضل أحمد جاسر، توفي بالقاهرة يوم السبت الماضي المناضل أحمد محمد جاسر القيادي الكبير بقوات التحرير الشعبية. ذكر موقع بطولات الرياضي أن المنتخب الإريتري عاد إلى أسمرة صباح يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري بعد انتهاء بطولة سكافا 2019، والتي أقيمت في أوغندا بعد خسارته اللقب في المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض بنتيجة 3-0. وأضاف الموقع أن المنتخب وصل إلى العاصمة الإريترية أسمرة ناقص 7 من لاعبيه الأساسيين، فقد تخلفوا من المنتخب في ظروف غامضة ولم يعودوا مع بعثة الفريق إلى أسمرة. والجدير ذكره أن حالة اختفاء لاعبي المنتخبات الإريترية قد تكررت بعدد تكرار مشاركات المنتخبات من كل الفئات السنية، وأن الطغمة الحاكمة رغم جبروتها وتدابيرها الكثيرة لدرجة تكوين البعثات المرافقة للمنتخبات من العسكريين ذوي الرتب العليا، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا في الحد من هروب اللاعبين. والمؤسف في الأمر أنه هو هروب إلى المجهول، الأمر الذي يعطي مؤشر قوي لمستوى المعاناة التي يعيشها الشباب الإريتري في أرض الوطن للدرجة التي يفضلون عنه المجهول. رحيل المناضل أحمد جاسر، توفي بالقاهرة يوم السبت الماضي المناضل أحمد محمد جاسر القيادي الكبير بقوات التحرير الشعبية. التحق المناضل جاسر مبكرا بالنضال الإريتري، وناضل في عدد من المواقع الإريترية، وناضل في مقرات جبهة التحرير الإريترية في كل من عدن وطرابلس وغيرهما، كما عمل منسقا بين الثورة جبهة التحرير الإريترية وفصائل الثورة الفلسطينية. ساهم في تأسيس قوات التحرير الشعبية وشغل مواقع قيادية فيها. الفقيد شقيق الراحل عبد الرحمن جاسر القيادي في جهاز الأمن للجبهة الشعبية، والذي توفى في ظروف غامضة إبان حركة فولتو 2014 التي قادها عدد من قيادات سياسية وعسكرية ضد حكم الرئيس أسياد أفورقي، رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كانت تلك نهاية فقرتنا، والآن أترككم مع فقراتنا التالية. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري.
بصراحة قضايا بحاجة إلى تركيز. جرت العادة لدى جميع الناشطين في المعارضة أفرادا وتنظيمات التركيز في خطابهم السياسي على تعرية الجانب السياسي لطبيعة النظام ومدى وحشيته واستبداده، والتركيز على الحقوق السياسية لجماهير الشعب وضرورة إشراك الشعب في صياغة مستقبله السياسي عبر بناء مؤسسات الدولة وإشاعة الديمقراطية والعدالة وخلافه من أساسيات بناء الدولة الحديثة. وهذا حق طبيعي لأي شعب في هذا الكون، نهيك عن شعب ناظر على مدى 30 عاما في ظروف غير مواتية وصعبة حتى نال هذا الاستقلال الناقص بالمعنى الحقوقي، قد تخلص من استبداد القريب ليقع فيما هو أسوأ بطشا واستبدادا على يد هؤلاء الذين كانوا يدعون يوما أنهم المخلصون الأفداد. حقيقة الأمر أن النظام في إريتريا لم يأتي هكذا اعتباطا، لمجرد أن رأس النظام الديكتاتور يحمل مشروعا أو حلما، بل عبر منظومة متكاملة من العلاقات المتشابكة لفئات معينة تدفعها مصالح ومنافع مادية تمكنت من الحصول عليها من وحي طبيعة النظام وتركيبته. وللأمانة إن وضعا كهذا بدأ يتجذر في البلاد، وأصبحت هذه المنظومة من القوة والنفوذ بحيث قد تستميت دفاعا عن النظام لأنه الراعي الحقيقي لمصالحها وامتيازاتها. وكم من القضايا برزت على السطح على مدى السنوات الماضية وكلها فضائح، لكن المؤسف أن هذه الفضائح برزت نتيجة الصراع بين مراكز القوى داخل منظومة النظام وليس بفعل المعارضين وجهدهم في استقصاء حقيقي لمسألة الفساد كمسألة أساسية والوجه الآخر للنظام. لعل استقصاء بسيطا للمسائل المعروفة قد تكون كافية لكشف مدى فساد هذه السلطة. واحد، أتحدى أن مجهودا قد بذل ممن يعارضون هذه السلطة لاستقصاء حقائق مشروع بشع استثناء ما تنشره الشركة من معلومات، وذلك بدافع أنها شركة لها أسهم في بورصات عالمية، وهذا يقتضي أن تكون شفافة في معلوماتها بالنسبة للمستثمرين، وهذا شرط. أما أصحاب الأرض هم آخر من يعلمون هذا إن كان شيء ما يقدم. 2، هناك أكثر من 30 شركة في مجال التعدين معظمها صينية، والمعروف أن من يتولى الإشراف والتنسيق والشراكة مع الشركات الصينية هي مؤسسة البحر الأحمر برئاسة حجوز كيشا، ولذا فحصر المسألة بهذه الشاكلة يحمل تريليون علامة استفهام. 3، الاستثمار في البحر الأحمر وهذه قصتها كبيرة تبدأ من الصيادين المصريين بحيث تقدم لهم امتيازات حسب ما تقتضي حاجة النظام الإريتري من النظام المصري، هذا كان في زمن مبارك، وتسحب الامتيازات إن كان هناك ما يعكر صفو التقارب، وهذه قصة ذات أبعاد. 4، وفي البحر أيضا قصص لا تحصى من عمليات فساد واستغلال والنفوذ. آخر تلك القصص ما سمعته أخيرا، أولا يمتاز الساحل الإريتري بأن العبث الذي نراه ونسمعه في شواطئ بلدان العالم الثالث لم يمس كثيرا الساحل الإريتري، وهذه رحمة إلهية، لأن الشواطئ الأخرى وخاصة اليمنية والصومالية قد عبثت بها أيادي ممن يصطادون بوسائل التجريف واستخدام الديناميت بحيث تكون النتيجة تدمير البيئة البحرية. المهم، ولكن الثروة البحرية في المياه الإريترية والتي أنقذها الله من العابثين بالبيئة لكن استبدلوا بفئة من رجال النهب والسطو واستقلال السلطة وتحت رعاية متنفذين كبار على أعلى مستوى هرم السلطة نفسها. والمسألة اختصارا أن هناك أنواع من الأحياء البحرية تتواجد بكثافة وبكميات هائلة في الجزر الإريترية وتباع بأسعار خيالية وتحديدا في جنوب شرق آسيا، وكثيرين دخلوا في مجال استثمار هذه الأحياء البحرية في السابق من داخل البلاد وخارجها، حتى منعت الحكومة العمل للجميع واحتكرت الموضوع عبر شركة كانت قد أنشأتها، وسمحت للبعض من الصيادين الصقارى في العمل في هذا المجال شرط أن يباع حصادهم من هذا الصيد للشركة التابعة للدولة وبالسعر الذي تحدده الشركة، مما دفع الكثيرون من هؤلاء الصيادين إلى ترك هذا العمل. كل ذلك كان يحدث الفترة التي كنت متواجدا فيها في إريتريا، وشخصيا لم أتابع الموضوع بعدها حتى الشهر الماضي عندما وجدت أشخاص قادمون من هناك يحكون عن أمور قريبة حدثت بعدنا فيما يتعلق بتجارة هذه الأحياء البحرية والمدى الذي بلغته من فساد وتنظيم، وكذلك المردود المادي الضخم من هذه التجارة.
تقوم العملية على سلسلة من الأشخاص في قمتها كبار ضباط البحرية الإلفية، مهمتهم إصدار تصاريح وحماية. بعدها عملية جمع وإعداد يقوم بها أناس ماهرون من الإرتريين أبناء منطقة دنكاليا وعمال وصيادين من اليمن مرتبطون بالمركز في اليمن، ثم تجمع بعد الإعداد ويتم نقلها إلى أحد موانئ اليمن وتسليمها إلى فرع الجماعة هناك. بعد الاستلام هناك أماكن مخصصة لتوضيبها بحيث تكون جاهزة للبيع والتصدير، ويتم عرضها على مندوبي شركة صينية ويتم بيعها لهم وتصدر رأسا إلى الصين عبر اليمن. أما مبالغ القيمة فتسلم في دبي حيث توزع في حسابات بنكية لكل طرف من المشاركين في هذه العملية، ويقدر الدخل شهريا $1,000,000 بالتقريب. أي إن الشبكة تبدأ في إريتريا من كبار ضباط الدولة، فاليمن ثم الصين فدبي. بالمختصر المفيد، لقد بلغنا مستوى المافيا، والسلام عليكم. الواقع الأريتري وأزمة العمل الاستراتيجي. الحلقة الأولى، ما هو سر هذا الواقع المتردي؟ هل هي نكسة عابرة وانكسار يليه فوز ونصر، أم هو أزمة مزمنة يليها انهيار وخراب؟ في هذا المقال المتواضع سأحاول الإسهام بشيء يسير في إبراز جذور الأزمة كإضافة إلى كل المحاولات والاجتهادات التي قاموا بها آخرين من قبلي، لعلنا نتمكن بتضافر كل الجهود إلى تشخيص الحالة بشكل أدق، وذلك بغية الوصول إلى الحل بشكل تدريجي. وإن لم يكن كذلك، فإن محاولة الاجتهاد في حد ذاتها بعيدا عن الأحكام القطعية تفتح لنا آفاق البحث عن الحقيقة وتقودنا إلى التعمق والإبحار في فهم ومعرفة تفاصيل المشهد. إن الحديث عن جذور الأزمة وفروعها وتفاصيلها قد يطول، وإن محاولة اختصارها في مقال واحد سيؤدي بطبيعة الحال إلى تجاوز الكثير من الحقائق والأحداث الهامة والمؤثرة. وبناء على ذلك ارتأيت تقسيم هذا المقال إلى 3 أجزاء أو محاور: استراتيجية التعامل مع الجبهة الشعبية. نشأت الجبهة الشعبية في ظرف تاريخي محدد وتحت أسباب ومبررات مشروعة أو مرفوضة حسب قراءة كل منا للأحداث والمدرسة السياسية التي ساهمت في تكوين فكره السياسي، مع ضرورة الوقوف حول الحقائق التاريخية بقدر من التجرد والموضوعية حتى نتمكن من إجراء مصالحة مع التاريخ الذي يشوبه بعد الغموض والتحريف، لأن التاريخ هو جزء أساسي من هوية المجتمع والدولة. وفي ظل غياب تاريخ مشترك يعتمد على المعلومة الموثوقة، فإن حال المجتمع لا يمكن أن يستقيم ولا يمكن الحديث عن دولة وكيان مشترك. إن التاريخ الأريتري في معظم تفاصيله تاريخ كتبه المنتصرون والمنهزمون في معركة سياسية طاحنة بين أكثر من تيار تحت رايات سياسية وإيديولوجيات متباينة تخضع في سير حركتها لبعض المصالح الضرورية والهامة التي تتعلق بتشغيل عجلة الثورة سياسيا ولوجستيا وماديا، تصارع بعضها البعض من أجل فرض الذات ونفي الآخر وسحقه واستئصاله من الخارطة السياسية شكلا ومضمونا. وإننا كإريتريين في هذه الجزئية لسنا حالة خاصة دون سوانا. ما يدفعني للحديث حول نشأة الجبهة الشعبية هي الاستراتيجية التي اتبعت في التعامل مع تلك الظاهرة،
وما رافق كل تلك الانشقاقات والأحداث من خطاب سياسي تعبوي مشحون بنكهة الدين والثقافة والانتماء، الأمر الذي ترك آثارا مدمرة وجروحا عميقة في النسيج الوطني والمجتمعي. لنجد أنفسنا اليوم وبعد مرور عقود على تلك الأحداث المشؤومة والمؤسفة أمام تحد حقيقي وخطير يتعلق بمصير وبقاء هذا الكيان المشترك الذي ما كان ليكون لولا تلك الدماء الذكية التي سكبت وأولئك الشهداء الذين دفنوا دون أن يسألوا عن دينهم أو ثقافتهم أو قومياتهم. نحن أبناء مجتمع رعوي وبدائي، وهذا ليس من باب الانتقاص، ولأننا كذلك كانت القبيلة والمنطقة هي الحاضنة الطبيعية التي ننضوي تحت لوائها ونمتثل لإرادتها وتعاليمها في جميع مناحي الحياة، ونتفاخر ونتباهى بمجدها وبطولاتها، ونحتمي بقوتها عند الحاجة. وهنا يكون الحديث عن نظام اجتماعي تم العمل به في ظل غياب الدولة. إن الشباب الذي حمل السلاح في وجه الاستعمار هم أبناء لهذه الثقافة، وكان من السهل الزج بهم في صراعات مفبركة باسم الدين والمنطقة والقبيلة، بينما حقيقة الصراع كانت تحركه دوافع أيديولوجية ممزوجة بنكهة السلطة والهيمنة والإقصاء. لقد شهدنا خلال الأربعة عقود الماضية جهودا حثيثة لتوحيد الصف الوطني، ومع الأسف الشديد جميع تلك الجهود لم تكلل بالنجاح. لنجد أنفسنا نقوم بمحاولة تلو الأخرى وبشكل ارتجالي دون مراجعة ودراسة الأسباب والمعوقات التي حالت دون نجاح التجارب السابقة، ودون الاكتراف بنتائج الفشل على سيكولوجية المجتمع الذي أصبح غير قادرا على امتصاص ضربات الفشل. ورغم كل هذه التجربة الطويلة لازلنا نمضي على ذات النهج في إعادة إنتاج ذات التجارب والجموع في كل مرة تستعيد أنفاسها بعد أن تتلقى الجرعات المهدئة واللازمة، ويكون التصفيق والتكبير والتهليل هو الختام. على عاتق الأحرار أمانة تاريخية في إعادة قراءة التاريخ وتنقيحه من جديد في إطار مشروع إصلاحي يهدف إلى ضمد جروح الماضي والانطلاق بهذا المجتمع نحو عهد جديد لا مكان فيه لتاريخ المنهزمون والمنتصرون. وحتى الحلقة القادمة، تحياتي لجميع الأحرار، بقلم الأستاذ عبد الرحمن بخيت.
إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.